سيدة الوزيرة، كما كنعرفوا كاملين أن المواد الطاقية عرفت ارتفاع في العالم كله ماشي غير في بلادنا، وما كاينش شي جائحة اليوم أكثر من جائحة ارتفاع الأسعار، لكن الحكومة عندها آليات باش تضبط الأسعار، ونبهنا الحكومة باش تفعل قانون حرية الأسعار والمنافسة من أجل تسقيف الأسعار. يمكن للحكومة تخفض الضريبة على الاستهلاك وعلى القيمة المضافة اللي هي التيفيا، لكن الحكومة أذن صماء ما مسوقاش للمواطن. الشعب راه مازال صابر سيدة الوزيرة، واش بغيتوا الفتنة تنوض في البلاد؟ الحكومة اليوم واجب عليها ترد الاعتبار لشركات لاسامير باش يستافد المواطن المغربي من تخفيض أسعار المحروقات، وما تكونش مضاربات لشركات المحروقات حيث هي المستفدة الآن من هذا الوضع. وللإشارة فإن أوروبا عاشت أزمة خانقة نهاية سنة 2008 مع بداية 2009، وصل فيها البترول ل 150 دولار، ما تزاد حتى ريال في عهد حكومة عباس الفاتي شفاه الله، اللي دعمات المحروقات والشعب ما تأزمش. وشكراً.